بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا عبرة المؤمنين، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة غريب، يا مظلوم كربلاء، ما خاب سيدي من تمسك بكم، أمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. عجب البقيع مغردا يا حادي، عجب البقيع مغردا يا حادي، عجب البقيع مغردا يا حادي، ليله شهاده امامنا الصادق عليه السلام. عجب البقيع مغردا يا حادي، واقرا سلامي للنبي الهادي. عجب البقيع مغردا يا حادي، الابيات على لسان الامام الرضا عليه السلام منسوبه له. عجب البقيع مغردا يا حادي، واقرأ سلامي للنبي الهادي، واسألوا عن صحبي وأهل مودتي، والآل والأهلين والأولاد. عجب البقيع مغردا يا حادي، واقرأ سلامي للنبي الغادي، واسألوا عن صحبي وآل مودتي، والآل والأهلين والأولاد. رحلوا عن الأوطان، رحلوا عن الأوطان والدار التي كانوا بها في نعمة وسداد. وين راحوا آباءك وأجدادك يا علي ابن موسى؟ رحلوا عن الأوطان والدار التي كانوا بها في نعمة وسداد، سكنوا اللحوم، سكنوا اللحود وخلفوني بعدهم أبكي لفقدهم بدمع بادي، أبكي لفقدهم بدمع بادي. أعانك الله سيدي ومولاي. أبكي لفقدهم بدمع بادي، قتلا وسما قد قضوا آجالهم، والله قتلا وسما، قتلا وسما قد قضوا آجالهم. فبكاهم الوادي ومن في الوادي، فبكاهم الوادي ومن في الوادي. بعد شي يقول الإمام: فوقفت حيرانا لأجل فراقهم، فوقفت حيرانا لأجل فراقهم، وأنالكم شغفا نحرت فؤادي، وأنالكم شغفا نحرت فؤادي، فؤادي فؤادي فؤادي، أسفا عليهم شردوا عن دورهم، وهم البدور وسادت الأسياد. هيهات أن يأتي الزمان بمثلهم. أبدا والله. هيهات أن يأتي الزمان بمثلهم، وهو الذي وافاهم بعنادي، وهو الذي وافاهم بعنادي. سيدي يا علي ابن موسى الرضا، أنا وصلت الرسالة لأهل البقيع وأئمة البقيع، عندك رسالة أخرى؟ وخلصنا. يقول له: عندي رسالة أخرى هم وصلها لمن؟ هيهات أن يأتي الزمان بمثلهم، وهو الذي وافاهم بعنادي. دعنا نمر بكربلاء يا حادي،
دعنا نمر بكربلاء، دعنا نمر بكربلاء، دعنا نمر بكربلاء، فكربلاء فيها الحسين. دعنا نمر بكربلاء، 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 فكربلاء فيها الحسين وجملة الأمجاد قتلوا إلى جنب الفرات. يا ويلي عليهم. وما هو منعوكم ذو الأحقاد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. لي الشرف أن أكون بين أهالي آمر للصامدة البطلة الشجاعة. ماذا أقول؟ حقيقة هاي مجالسي الأخيرة محيرة. إنسان يكون في بشير، إنسان يكون في تازة، والليلة يكون في آمر لي. ماذا يقول هذا الإنسان؟ ومن قبل ذلك كنا في الخالص، وهي أيضا تعرضت إلى حصار خانق، وتعرضت إلى ما تعرضت له من ظلامات عبر التاريخ. الخالص ولا البشير ولا تازة، وهكذا نحن الليلة في آمر لي. الكلام عنكم كثير وكبير. أنا كل ليلة أي منطقة أقرأ من هذه المناطق المنكوبة والصامدة والشجاعة والباسلة والقوية، كل ليلة أقرأ كمقدمة بالبداية، أقول مشاعر تجاه هذه الأماكن، بعدين أجل بحثي. أما ما أود أن أقوله لأهالي آمر للكرام، بالبداية كلامي مو لأهالي آمر لي، كلامي للي يتابعون الآن بالفضائيات في العالم على مستوى بلدنا العراق وعلى مستوى أبناء العالم. نحن الآن في منطقة حاصرها الإرهابيون من كل جهاتها ومن كل جوانبها، وصمدت هذه المنطقة مع المدينة مع أنها محاصرة من كل جوانبها لأشهر ثلاث، صمدت ولم تعطي أي منفذ ولا طريق للإرهابيين أن يدنسوا هذه المدينة الطيبة أبدا، مع أنه حوصرت من كل جهاتها ومن كل جوانبها. اليوم الإخوة يقولوا لي أهل آمر لي أكثر من ذلك، يقولوا لي قطعوا علينا الكهرباء بالحصار، وقطعوا علينا حتى الماء، وحتى هذا المكان اللي كان يأتينا منه الماء خلوا بيه نفط. صحيح ولا أهل آمر لي؟ جابوا نفط وخلطوا بالماء حتى يصل الماء مخلوطا بالنفط إلى بيوتكم، وعوضتم عن ذلك بحفر الآبار في مناطقكم وفي منطقتكم وفي بيوتكم. يعني وصل أمر، خلي يسمعون العالم حتى يدرون أي مناطق هذه، لما نتكلم عن صمود 3 أشهر، قطع كهرباء، قطع حتى الماء، قطع حتى الماء، صواريخ بشكل يومي، الهاونات بشكل يومي كانت تقع في آمرلي بشكل يومي، بحيث ما إن يأتي الغروب حتى تسقط الهاونات بشكل يومي من دون انقطاع. هكذا الأمر في بشير، هكذا الأمر في تازة، هكذا الأمر في آمرلي. ومع كل ذلك قصف يومي، ماء انقطع، كهرباء انقطعت، مواد تموينية ما تدخل كل هاي المدة، مع كل ذلك أهل هذه المنطقة ما استسلموا، صمدوا وقاوموا. يعني مو فقط قضية يعني صمود نقعد ببيوتنا، لا، بل وقفوا على السواتر كل هذه المدة وقاتلوا وقاوموا. والإرهابيين كان عندهم كل شيء، كل السلاح وكل الإمكانيات وكل التمويل وكل الغذاء وأنواع الأسلحة، وهنا ما كانت تتوفر إلا الأسلحة الخفيفة، ومع ذلك ما استطاع الإرهابيون أن يدخلوا إلى هذه المنطقة. شنو هذا؟ تدرون هذا شنو؟ إخواني، حسب يعني حسب الثقافة العسكرية هذا غير ممكن، هذا غير متوقع، ولا يمكن أن يكون، ولا يمكن يصير، بس هذا يصير بالحسابات الإلهية مو بالحسابات العسكرية. بالحسابات العسكرية أنتم محال أن تصمدوا هذه المدة مع قطع الماء وقطع الكهرباء وقطع التموين وقطع كل شيء وأسلحة خفيفة، وعدوكم كل شيء كان يمتلك، وهاي المدة صمدوها، هذا حسب الحسابات العسكرية ما يصير، بس حسب الحسابات شنو الإلهية المعنوية هذا يصير، مع المدد الإلهي هذا.
تدرون شلون يصير؟ بالله أرجوكم التفتوا لي أهل آمرني، التفتوا لي جزاكم الله خير. تدرون هذا شلون يصير؟ هذا يصير بقوله تعالى: كم من فئة قليلة شنو؟ غلبت فئة كثيرة. بهاي الثقافة القرآنية هذا يصير، وأنتوا سويتوا. فئة قليلة كل شيء معته، غلبت فئة كل شيء عده. يعني بتعبير آخر، التفتوا لي أرجوكم، معركة بدر النبي كان عنده 313، معركة بدر النبي كان عنده 313 نفر، معركة بدر النبي ما كان عنده إلا كم جواد، كم جواد سيوف ما كان عندهم، رماح ما كان عندهم، خيول ما كان عندهم، النبي خيول ما كان عنده. وجاءت قريش بما عندها، بقضها وقضيضها وأموالها وخيولها وسلاحها. من الذي غلب؟ رسول الله، مع أنه النبي ما كان عنده شيء، كان عنده إيمان. هسه تقول لي شنو كان عنده إيمان؟ يعني الإيمان تسوي؟ والله القرآن يقول أنتم كلكم مسلمين شيعة تثقون بالقرآن الكريم، القرآن يحكمكم. ترى أنا ما قاعد أسولف لكم خطابيات إخواني، والله لو أسولف لكم يعني شعارات وخطابيات وهاي شيلوها ذبوها بالشط، الكلام في لسان ما يسوى. أما إذا كان الكلام اللي قاعد أقوله بالحق أنزلناه وبالحق نزل، ثقافة قرآنية كلها ثقافة حقانية، هذا الكلام كنا نعتقد به أنا وياكم. هسه تقولي شنو يعني بالإيمان النبي انتصر؟ شنو يعني الإيمان يوكل يشرب؟ نعم، القرآن كتابكم، كتاب ربكم يقول، وأنتم مسلمين، القرآن يقول: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وأنتم شنو؟ الأعلون إن كنتم شنو؟ مؤمنين. هاي الآية في وقتنا الحاضر تطبيقها الأعلى أهل آمرني، لأن أنا الأحبة الكرام في بشير قلت لهم كم آية تنطبق عليكم، والأحبة الكرام في تازة قلت لهم كم آية تنطبق عليكم، والآن هم خلي أقول لكم كم آية تنطبق على أهل آمرني. هاي الآية مصداقها الأعظم في زمن الحاضر أنتم، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وصرتوا أعلون وانتصرتم وأهنتم، أهنتم عدوكم، هذا معناه أنتم كان عندكم إيمان، وإلا بشنو تنتصرون؟ سلاح ما عندكم، دولة ما وقفت وياكم، غذاء ما عندكم، ماي ماي، وجعلنا من الماء كل شيء حي، قطع عليكم الماء خلطوا بالنفط. خب شنو انتصرتوا؟ شنو انتصرتوا؟ بإيمانكم، وإلا شنو؟ وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. خوفتوا عدوكم أصلا، ما تجرأ بكل ما عنده أن يصل إلى منطقتكم، ما تجرأ. هذا وأنت، هاي آية، آية ثانية، أنتم مصداق لهذه الآية في سورة البقرة: كم من فئة قليلة غلبت فئة، هاي هم تنطبق عليكم، والله تنطبق عليكم. فئة قليلة كل شيء ما عندها مستضعفة، وإذا هاي الفئة المستضعفة تلقن العدو الكل شيء عنده دروس ما ينساها ليوم القيامة، ما ينساها. هاي هم آية ثانية تنطبق عليكم، بل أكو آية ثالثة مع الأسف أنا ما محضرها، هم تنطبق عليكم، أنه إن يكن منكم 20، القرآن الكريم يقول يغلبوا، ها 200 موتشي أو أي، أنتوا 20 هم يصيرون 200، 20 يغلبون 200 بالإيمان، هاي هم تنطبق عليكم. عدد كان أكثر منكم، عددهم سلاحهم أقوى منكم، كل شيء كان عندهم، غلبتوهم وانتصرتم عليهم وما دنسوا أرضكم. هذا مو شيء سهل، حقائق قرآنية، هذا مو حكي سهل. بل أقول لكم قضية أخرى هم خلي يسمعوها أهل آمرني وخلي يسمعها العالم، لأن أنا أدري مظلوميتكم ما حد يدري بيها، أنا أعرف ما حد يدري بيها، ومظلومية تازة هم كان ما حد يدري بيها، إلى أن أنا صحت بالتلفزيون: يا ناس ترى تازة تضرب بمواد كيميائية، والكل ساكت والكل معتم على الخبر، يا طلعت الكارثة. وإلا كان يراد لتازة أن تكون سبايكر، هم ما حيتكلم بيها، برا 6 أشهر ندري بيها. المقصود فأتكلم بهذا الكلام حتى الناس تعرف ما جرى عليكم. أقولكم قضية أخرى، أنتم يا شيعة آل البيت أبدلتم الانهزام اللي والخسارة اللي كانت تراد لكم، أبدلتموها إلى نصر،
وهذا أيضا بإيمانكم. نبيكم ايش سوى؟ نبيكم ايش سوى؟ رسول الله في معركة أحد صلى الله عليه وآله، أول جولة المسلمين خسروا يوم ما خسروا، ما أدري ليش ما جاوبوني أهل آمرني، أول جولة المسلمين خسروا، خسروا بسبب مخالفة النبي، مخالفة أوامر النبي. يعني النبي كان خاللهم مخطط، لو أنهم استقاموا عليه لانتصروا، بس خانوا النبي. النبي قال لهم لا تنزلون من الجبل، لا تنزلون، احموا ظهورنا. شافوا الغنائم نزلوا، الجماعة استغلوا الفرصة، داروا عليهم من خلفهم، قتلوهم، جزروهم، حمزة قتل، صارت مجزرة بالمسلمين. لأول شوط، بأول شوط المسلمين انهزموا، والمشركين قالوا احنا انتصرنا، والنبي صعد جبل صلى الله عليه وآله وأحاط به أمير المؤمنين وخلص أصحابه، والبقية انهزموا من المسلمين، انهزموا البقية، بقى بس علي وكم واحد، ذولا أحاطوا بالنبي. فأبو سفيان قال له لا لنصعد وراهم، لأن ذولا ما ينطون النبي، ذولا البقى وعلي وجماعة علي ما ينطون النبي، فإحنا ليش نصعد ويقاتلونا ويقتلونا ونخرب انتصارنا؟ إحنا هزمناهم، أخذنا ثار أحد، قتلنا حمزة، خلينا نرجع المكة منتصرين، لنسوي مشاكل. رجعوا بالطريق شنو قالوا؟ قالوا ما دام محمد ما قتلنا معناه ما سوينا شيء، احنا اشتبهنا، ما دام انتصرنا كان محمد جيش انهزم، كان المفروض نقتله حتى تخلص المشكلة، فشنو الحل؟ قالوا خل نرجع، خل نرجع نقتل محمد. رسول الله شنو سوى؟ قال للمسلمين، والمسلمين كانوا منهزمين وهذا مجروح وذاك كذا، قال لهم أنا أريد منكم شيء، أأمركم؟ قالوا له شنو يا رسول الله؟ قال لهم الآن عنده سيف، عنده رموح، عنده حجارة، عنده، الآن ناخذها ونتوجه للعدو، نمشي للعدو، نمشي ورا العدو. قالوا لي يا رسول الله ما بينا حال، هذا مجروح وهذا مقتول. قالوا أبد، أنا أريد نلحق العدو. ما كانوا يعرفون الحكمة، النبي شو يقصد؟ قالوا هم العدو يكون اللحقة، أريد أخبار توصل له بأن محمد جاء بجيشه ليثعر لحمزة. اللهم صل على محمد وآل محمد. فالنبي جمع ما جمع، وما كان عنده إمكانيات، بس جمع الموجود وتحرك باتجاه القرشيين كأنه يجي وراهم، فوصلهم الخبر. هم كانوا جايين للنبي والنبي لاحقهم، وصل الخبر، قالوا لهم يا أبا ترى محمد جايب جيشه وجاي ينتقم منكم. فذولا بيناتهم تكلموا وقالوا هذا جاي ينتقم، يعني جاي قوي، كل عزيمة، جاي ياخذ ثار، فإحنا تعبنا، هاي حرب ما بينا حيل، خل نرجع المكة وإحنا منتصرين أفضل مما نواجهه ونخسر الجولة. راح، وإلا كان نيتهم يرجعون للنبي ويسوون إبادة، بس لما شافوا النبي هو جاءهم خافوا فرجعوا. يعني النبي أبدل الهزيمة إلى شنو؟ إلى انتصار، خلاهم يهربون صلى الله عليه وآله. أنتم فعلتم ذلك، أنتم فعلتم ذلك، وإلا أنتوا كان يراد لكم أن تنهزمون، ولكن أبدلتم ذلك إلى انتصار بإيمانكم بولائكم لعلي وأولاد علي صلوات الله عليهم أجمعين. ومو شوية ولاية أمير المؤمنين، مو شوية، مو شوية ولاية أمير المؤمنين. وهذا في الدرس إخواني، أنا أرجو من المؤمنين أن يستغلوا، لنصاب باليأس والإحباط، أدري مع كثرة المشاكل، ولكن خنبدل الإحباط إلى أمل، حتى إيش منا رضا الله ورحمة الله جل وعلا وعطف الله ولطف الله. يعني أضرب لكم مثال حتى تشوفون كلامي واقعي، لو قاعد أحكي لكم مثاليات، مو مرة واحد ينظر مثاليات تقول هذا إيش قاعد يسولف، هذا إيش قاعد يسولف. مرة واحد يجيب لكم أرقام صارت على أرض الواقع، لما صارت على أرض الواقع يعني ممكن تتكرر يو غير ممكن، ها ممكن تتكرر. فأني راح أجيب لكم أمثلة واقعية صارت، مو ما صارت حتى أحكي لك مثاليات، لا لا، قاعد أجيب لك أمثلة صارت على أرض الواقع، فلما تصير أول مرة يعني ثاني مرة تصير يوم تصير. إخواني أحبابي أهل آمر الكرام رب العالمين، لما قالوا شلون يعيد الموتى شنو قالهم؟ قالهم ضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. قالهم اللي خلق الإنسان من لا شيء ما يقدر يعيده مرة ثانية من تراب؟ هو السواء أول مرة يقدر يعيده، أول مرة إذا هي القضية صعبة أول مرة أصعب، بس رب العالمين ما عنده صعوبة لا بأول مرة ولا بثاني مرة. أقول الأمر إذا تحققه مرة ثانية يصير، أنا ما قاعد أسولف مثاليات،
أجواء الهزيمة نبدلها إلى انتصار كما فعلتم. أضرب لكم مثال وأسد تقول لي ذاك رسول الله إحنا وين؟ أقول لك لا، مو بس مو قضية رسول الله. الشيخ الطوسي رحمة الله عليه، تدرون الحوزة كانت في بغداد لفترة معينة، بعدين صارت بالحلة يعني نجف، ثم انتقلت للحلة ثم رجعت للنجف. الحوزة كانت في بغداد في زمن مثلا الشيخ الكليني رحمه الله، كان في بغداد وتوفاه الله في بغداد صاحب الكافي. انتوا وياي لو عفتوني وياي ما التفتوني. مثلا في زمن الشيخ المفيد رحمة الله عليه، الحوزة وين كانت؟ ها؟ في بغداد. من بعد الشيخ المفيد زعامة الحوزة كانت للسيد المرتضى رحمه الله، والحوزة وين كانت؟ في بغداد. من بعد السيد المرتضى زعامة الحوزة صارت للشيخ الطوسي، شيخ الطائفة أبو جعفر الطوسي رحمه الله. التفتوا لي، في زمن الشيخ الطوسي صارت فتنة طائفية في بغداد، الحنابلة هجموا على الشيعة وصارت فد مشكلة طائفية، وسيطر فيها غير أتباع آل البيت على بغداد، فجاءوا إلى مكتبة الشيخ المفيد اللي صارت للمرتضى وللشيخ الطوسي يعني، جاءوا إلى مكتبة الشيخ المفيد شالوها دبوها بنهر دجلة، وكان فيها أمهات المخطوطات اللي ترجع للقرن الإسلامي الأول والثاني والثالث والرابع وبداية الخامس، هاي كلها شالوها دبوها بدجلة، وجاءوا إلى كرسي الشيخ المفيد اللي كان يدرس عليه المرتضى بعد المفيد والشيخ الطوسي بعد المرتضى، فأحرقوه كسروه أحرقوه. الشيخ الطوسي هاي كارثة لو مو كارثة؟ أسألكم، أكبر مكتبة شيعية يذبوها بدجلة، أكبر مكتبة شيعية، ومنبر الشيخ المفيد أحرق، والشيعة قتلوا في بغداد. يعني حلت كارثة بالشيعة يوم ما حلت. الشيخ الطوسي أبدل هذه الكارثة إلى انتصار جديد. إيش سوى الشيخ الطوسي؟ ما قال خلاص انتهينا بعد شارة مصير إن إحنا في زمن اليأس فقدنا الأمل. تدري إيش سوى الشيخ الطوسي؟ ما تبقى من مخطوطات وكتب أخذها وجاء إلى النجف وترك بغداد وبنى حوزة جديدة وين؟ في النجف، وبدأ من جديد في النجف حتى يرسي دعائم الحوزة في النجف الأشرف. وذاك يوم، هذا يوم حوزة النجف، من مجيء الشيخ الطوسي إلى النجف سوى الهزيمة انتصار يوم سواها، أو من عبر هزيمة الكارثة اللي حلت بالشيعة في بغداد، أبدلها إلى شنو؟ إلى بداية جديدة، انطلاقة جديدة. هاي الانطلاقة لليوم موجودة بالنجف الأشرف، وهاي الفتوى المباركة اللي صدرت بالأخير هي من نتاج تلك الانطلاقة البداها الشيخ الطوسي في النجف. فالشيخ الطوسي يأس، لو كان عنده أمل بالله وبالحق وبأهل البيت كان عنده أمل وبنى حوزة جديدة بالنجف، ولليوم احنا نعيش ببركة الحوزة الجديدة بالنجف اللي بناها الشيخ الطوسي رحمة الله عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأبدل الكارثة والمصاب الذي حل بأتباع آل البيت، أبدله إلى انطلاقة جديدة، إلى انتصار جديد، لليوم ثمرات مستمرة في النجف الأشرف. ولهذا أقول لما تحل بينا نكبة، لما تحل بينا كارثة، هسه الشيخ الطوسي نبي؟ حتى تقول لي إحنا وين نقدر؟ هو مو نبي الشيخ الطوسي ولا إمام الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي عالم من علماء الشيعة، أعز الله علماء الشيعة، عالم مرجع من المراجع، هكذا فعل. ما قال يأسنا خلصنا انتهينا، قال نبدي من جديد، وبدأ من جديد. وشوفوا احنا اليوم ببركة هذا التصرف الحكيم، هاي حوزتنا الآن في النجف، ولله الحمد والمنة، وهاي بركاته وهاي ثمراته. ولهذا أنا شنو الأرض أقوله لأحبابي لإخوتي؟ أنتم بأصعب الظروف كان عندكم أمل وانتصرتوا، كيف الآن؟ كيف الآن؟ مع المشاكل اللي أدري بيها، أدري كل شيء، أدري سولفود الإخوة كل شيء، كل شيء أدري، بس أقول مع ذلك إحنا أتباع آل البيت هذا طريقنا، هذا طريق، وش تسوي؟ إحنا هذا طريقنا، إحنا أئمتنا سلم منهم واحد من القتل،
من نبينا الإمامنا الحسن العسكري، أكو واحد منهم مات على فراشه يأكلهم القتلوا، فأمتنا كلهم ما منا إلا مسموم أو مقتول. هم قالوا سلام الله عليه، إحنا هذا خطنا، هذا خطنا هذا. ولهذا الله الله معنوياتكم قوتكم. الشيء الأخير اللي أقوله حتى أرجع البحث اللي البارحة قلت بتازر راح أكمله إذا الإخوة تابعوا. الشيء الأخير اللي أرد أقوله، الله الله بانتباهكم بعدم غفلتكم. ودوا، يقول القرآن الكريم، ودوا يعني أعداءكم، ودوا لو تغفلون عن أسلحتكم. يودون أن أنتوا شنو؟ تغفلون. بس تغفلون هم يستغلون غفلتكم فيهجمون عليكم. فأنتوا لا تغفلون، لا تنطون ثغرة أبدا. يقضى حذر، انتباه، التفات، حس أمني، حس أمني. ثقافة أنا شعلية شيلوها، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كل واحد منكم مسؤول عن أهله وعن مدينته وعن ناسه وعن أمنه. ماكو أنا شعلية، ماكو أنا شعلية، كلكم مسؤولين، كلكم مسؤولين. قفوهم إنهم مسؤولون، كلهم مسؤولون، كلكم مسؤولين. هذا آخر شيء، كلمات من القلب إلى القلب، إلى أهلي وناسي وأحبتي، أهالي آمر لي الطيبة الصامدة البطلة اللي نفتخر بها، اللي بينت قوة أهل البيت وصلابة أتباع آل البيت وعزة مذهب آل البيت وأتباع آل البيت. أطلب من الله أن يعزكم في الدنيا والآخرة بالنبي وآله. أرجو من الله يعزكم في الدنيا والآخرة، وأن يحشرنا وإياكم مع محمد وآل محمد. هذا كلام القلب للقلب. أما الكلام الآخر اللي أريد أقوله عن أهل البيت وهم ارتبط بيكم، أنا البارحة قلت الأهل في تازة، قلت لهم أنتوا شفتوا نور أهل البيت واهتديتم واستضأتم بهذا النور وما تركتم هذا النور المبارك، وأقول ذلك لكم أيضا. أنتوا اللي خلاكم الصمدون نور آل البيت عليهم السلام، اللي رأيتموه واضحا جليا فاتبعتموه واهتديتم به ورأيتم الحق من خلاله. في زيارة الجامعة خلقكم الله أهل البيت، خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين حتى من علينا بكم فجعلكم. أنا البارحة شنو قلت؟ والله التفتولي التفتولي البارحة شنو قلت هناك؟ قلت يا أبا أئمتكم الله مثلهم بالقرآن نور، وعدوكم المنافق رب العالمين مثل بالقرآن نار، قال عنه مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. يعني نارهم دائمة يوم انقطع ذهب الله منقطعة. أما نور أئمتكم الله نور السماء، يريدون ليطفئوا نور الله. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فاطمة، كوكب علي، الزجاجة الحسن، نور على نور الأئمة الحسين، بقية الأئمة في بيوت رجال لا تلهيهم. هذا نور الله، مثل نوره كمشكات، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن شنو؟ يتم، صيغة المضارع، يتم نوره. فنارهم منقطعة ونور أئمتنا يأبى الله إلا أن شنو؟ يتم نوره، نورهم دائم. الدور شنو قلت لهم؟ قلت لهم باكر أكمله، قلت نور أئمتكم مو بس بالدنيا دائم ومستمر ومتجدد، مو بس بالدنيا، حتى بالآخرة. شلون بالآخرة؟ يوم ترى المؤمنين والمؤمنات، المقصود الكمل النبي وآله، يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. نورهم شنو؟ يسعى. هاي بالدنيا لو بالقيامة، بالقيامة. يعني بتعبير آخر، نار المنافقين في القرآن الشعلوها والله طفاها، بالدنيا منقطعة فضلا عن الآخرة صار ماكو. أما نور أئمتكم بالدنيا دائم وبالآخرة، يقول يسعى نورهم، يسعى
يسعى نورهم دنيا وآخرة نور، أما عدوكم بالدنيا شوية نار والله يطفيها. فالعاقبة في الدنيا والآخرة في ثقافة القرآن لمن؟ للنار يو للنور، ها للنور. فعدوكم هو أولى باليأس، مو أنتو، أنتو نوركم دائم ونارهم منقطعة. اللهم صل على محمد. والله احنا بليلة الامام الصادق هنا انا خلوني اطيب خواطركم بحق ائمتكم في القرآن. القرآن الكريم يقول يسعى ائمتكم، مثل نوره كمشكات، نور الله كمشكات فاطمة، يقول يسعى نورهم. يسعى، البارحة قلت هاي مادة السعي في القرآن، لما جمعت آياتها لقيت الآياتها ثلاث محاور: يسعى، سعى، السعي. طبعا أنا البارحة قلت السعي في لغة العرب السعي ما فوق المشي ودون الركض، فوق المشي وتحت الركض، هرولة هرولة. شايف دول اللي يسعون بين الصفا، وأنتم رايحين الحج صفا والمروة يسعون، يهرول لا يمشي لا يركض، هذا العرب شنو يسموه؟ سعي. هذا لما بحثت عنه في القرآن الكريم لقيت ثلاث محاور، لما جمعت آيات السعي ثلاث محاور. المحور الأول سعي في الدنيا للدنيا، والمحور الثاني سعي في الدنيا للآخرة، والمحور الثالث سعي في الآخرة. خو هسه تقول لي وضحن، أنا بس أكو سؤال دوم أقول اللي يتابعون أبحاثي، الإخوة وياي عافوني، الأحبة وياي لو عافوني. البحث شيق يوم متعب، يعني شيق إن شاء الله. أي والله أنا أريد انتباهكم وياي، لأن هي هالليلة هاي فرصة أشوف الوجوه الكريمة الفرحان بيها، فرحان بيها، فرحان بيها. أنتوا أتباع آل البيت، أتباع آل البيت. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. هسه من باب الشيء بالشيء يذكر، انا ليش فرحان؟ يعني ذاك اجى الامام الصادق من الكوفه، شيعي من الكوفه، راح المكه حج، ومن هناك اجى للمدينه يزور الامام الصادق. يقول شفت الامام فتح ايديه وهو يقول اهلا بشيعتنا، اهلا بمحبينا، اهلا اهلا. يقول شو بقني؟ قال لي أحب ريحكم وأرواحكم، أرواحكم أحبها ريحكم هم أحبها، أحب ريحكم وأرواحكم. يقول قلت له يا ابن رسول الله شو أشوفك هواي، يعني أنطيتني أكثر من حجمي، يعني شو بقيتني ومهتم بي. يقول قال لي أني أتقلقل بين أهل المدينة، دولة ثلاثة أرباعهم ما يحبونه، فأنا أتقلقل، يعني شلون الواحد يلوج بين دولة، حتى حتى أراكم تجوني من الكوفة تجوني، فيستر قلبي طيب خاطري من أشوفكم، أرتاح، أنتم شيعتي. هتش يقول للإمام صاحب هاي الليلة جعفر الصادق، يقول له أتقلقل بين أهل المدينة حتى أراكم، يرتاح قلبي من أشوفكم. هتش يقول للإمام سلام الله. فرؤية الموالي لآل البيت نعمة من نعم الله تعالى، نعمة من نعم الله. الإمام يقول له أحب ريحكم وأرواحكم. شنو هذا؟ شنو هذا؟ لما أهل البيت نورهم يسعى حتى في القيامة مو فقط في الدنيا، أنتم رأيتم هذا النور فاتبعتموه، هذا النور الدائم مو النار المنقطعة التي مثلها الله تعالى للمنافقين وهم أعداء أهل البيت، لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. النبي يقول للعلي والمنافق في القرآن الكريم مثاله النار المنقطعة، أما أئمتكم مثل نور الله الدائم اللي في الدنيا دائم وفي الآخرة يسعى نورهم، دنيا وآخرة هم نور. انتبه لي، انتبه لي. لما اجيت لهاي مادة يسعى لقيت ثلاث محاور، اكو سعي في الدنيا للدنيا. بلا شلون؟ طبعا هذا سعي في الدنيا للدنيا لقيت على قسمين، بالقصص القرآني وبغير القصص.
سعي بالدنيا للدنيا، هرولة سعي في الدنيا للدنيا، لقيتها على قسمين. القسم الأول سعي في الدنيا للدنيا بالقصص القرآني، القسم الثاني سعي في الدنيا للدنيا بغير القصص القرآني. أما في القصص حية تسعى، تسعى حية شنو؟ تسعى. أخو هاي الحية تسعى في الدنيا وللدنيا، تكتولي في قصة موسى وبالقصص، يوم بالقصص بالقصص بقصة موسى عليه السلام، بقصة شنو؟ أو مثلا يأتينك سعيا، شوف سعيا يأتينك، شنو يأتينك؟ الطيور، قصة إبراهيم، ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال له اذبح لك كم طير، اخلط لحمهن، ادعوهن، راح نحييهن. فشوف شلون احياء الموتى، يأتينك سعيا، هاي سعي في الدنيا للدنيا وبالقصص، بالقصص ابراهيم. ثلاثة، ثم ادبر يسعى، يسعى من هو ادبر يسعى؟ فرعون. ادبر يسعى فرعون، يهرول على شنو يهرول فرعون؟ يسعى على شنو فرعون يسعى؟ يسعى حتى يأذي موسى عليه السلام، يسعى حتى يأذي موسى. سعي كان للآخرة يو للدنيا، ليش ما تجاوبوني؟ خو للدنيا. فإذا أكو سعي في الدنيا للدنيا بقسمين، القسم الأول القصص هاي آيات، القسم الثاني هم سعي في الدنيا للدنيا بس بغير القصص. مثل شنو؟ يسعون في الأرض فسادا، الدواعش، الدواعش اللي لقنتوهم دروس انتم. القرآن الكريم يقول يسعون، يسعون سعيهم للدنيا لو للآخرة؟ للدنيا. يسعون في الأرض فسادا، شنو الفساد اللي يسعون إليه؟ القتل، القتل فساد ومو فساد؟ فساد. هتك الأعراف فساد ومو فساد؟ إحراق الحرث والنسل فساد ومو فساد؟ هدم المدارس والبيوت والمساجد والحسينيات والمستشفيات وحرق كل شيء فساد ومو فساد؟ فساد. ابقوا وياي ان شاء الله صوتي يوصلكم، حتى بلا سماعه ان شاء الله صوتي يوصلكم. ابقوا وياي، ابقوا وياي، ابد لا يشغلكم شيء عن الموضوع، ابقوا وياي. خو بالنتيجه يسعون في الارض، هذا وحش سعي، يسعون يهرولون يشتغلون ليل نهار، هذا اللي يعبر عن القرآن مكر الليل والنهار، مكر الليل، ليل نهار يمكرون، هذا اللي يعبر عن القرآن. وإذا خلوا إلى شياطينهم، ذول المنافقين خلوا إلى سورة البقرة، خلوا شنو يعني خلوا؟ يعني يسوون مؤتمرات سرية. شوف خلوا، خلوا خلوة، خلوة خلوة بالليل، يرجعون بأماكن سرية يخططون. وإذا خلوا إلى شياطينهم، يعني ذولا يخططون ويشتغلون ويمكرون، عدوكم يشتغل. أمير المؤمنين يقول من نام لم ينم عنه، إذا أنت تنام عدوك ما ينام، ولهذا أنت هم كنت تشتغل تخطط، بس هو يخطط للباطل أنت تخطط شنو؟ للحق. هو يخطط للشر أنت تخطط للخير، هو يخطط للهدم أنت تخطط للبناء. انتبهني انتبهني ها، فهم يشتغلون مكر الليل والنهار، ليل نهار. التفتولي، التفتولي أحبابي، التفتولي يشتغلون. فالقرآن يعبر عن شغلهم سعي، سعي يعني هرولة يهرولون، بس سعي للإفساد. هذا واحد، يسعون في الأرض شنو؟ هاي بغير القصص، وسعي في الدنيا للدنيا. بعد مثلا سعى في خرابها، سعى في شنو؟ في خرابها. خراب شنو؟ المساجد، الحسينيات، التفتولي بيوت الذكر لله، في بيوت أذن الله أن ترفع. يقول سعى في خرابها، يهرو الليل نهار حتى يخرب هاي البيوت اللي يذكر الله فيها، بيوت ذكر الله. فزين هذا سعي للدنيا يو للآخرة؟ جاوبوني ها. فهو يسعى في الدنيا ولأجل الدنيا،
هذا المحور الأول لهذه المادة في القرآن الكريم. أما المحور الثاني سعي في الدنيا، بس مو للدنيا مثل الأول، سعي في الدنيا للآخرة. يعني هو يسعى بالدنيا بس سعي للدنيا وللآخرة، للآخرة. هسه تقول لي هذا شنو آيته، هذا شنو آيته؟ يسعى في الدنيا للآخرة، هذا شنو آيته؟ هسه يسعى في الدنيا للدنيا عرفنا، يسعى في الدنيا للآخرة شلون؟ أقرأ لك. بسم الله الرحمن الرحيم. من أراد الآخرة وسعى لها سعيها. سعى لها سعيها يعني شنو؟ شنو سعى لها سعيها؟ يعني يريد يقول يا بل يريد الآخرة يشتغل لها لو ينام، ها؟ يشتغل لها وسعى لها سعى هرول هرول وسعى لها سعيها وهو مؤمن. وهو شنو؟ مؤمن، يسعى للآخرة وهو على الحق، بشرط أن يكون على الحق مؤمن. فأولئك كان سعيهم مشكورا. طبعا هسه إخواني أنا ليش قلت السعي في الدنيا؟ السعي شنو؟ السعي في الدنيا بس لمن؟ للآخرة. لأن هو الإنسان لما يريد الآخرة يكون يسعى لها، يسعى لها بالآخرة يو بالدنيا، بالدنيا. تعلمون أمير المؤمنين عليه السلام يقول الإمام علي، يقول اليوم عمل من دون حساب وغدا حساب من دون عمل. فيوم القيامة ماكو سعي، اليوم القيامة السعي اليوم القيامة بالدنيا، الدنيا مزرعة الآخرة. فأنت هنا تسعى تزرع، هناك شنو؟ تحصد. انتبه لي، من أراد الآخرة، مو مثل الأول سعي في الدنيا للدنيا، لا لا، سعي في الدنيا للآخرة. من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، أولئك كان سعيهم شنو؟ مشكورة. سؤال، أويلي على الساعة، على الطين شوية مجال، لأن البحث راح يصير كلش حلو. سؤال، انتبه لي، سؤال، هس احنا من سعى في الدنيا للدنيا عرفنا فرعون ثم أدبر يسعى، من سعى في الدنيا للدنيا الدواعش يسعون في الأرض فسادا، أو سعى في خرابها بيوت العبادة والذكر يخربوها، الدواعش يسعون في الدنيا للدنيا. اللي يسعى في الدنيا للآخرة منه، اللي القرآن الكريم يقول كان سعيهم شنو؟ مشكورا، سعيهم مشكور، مشكور، ويوم القيامة يحصدون جنة بهذا السعي. ذولا منه، يعني القرآن بسعي الدنيا للدنيا بيّن المصادق، بسعي الدنيا للآخرة بيّن يوم ما بيّن، بيّن منه. لا تستعجل، لا تستعجل، الآن اسمعني، القرآن بيّن منه اللي سعى في الدنيا للآخرة وسعيه كان شنو؟ مشكور. منه؟ والله هنا خلوني تحملوني أطلع نقالي أقرأ لكم كم آية، هنا تحملوني خل أقرأ لكم قبل لا أبدي بالآيات أقرأها حتى تعرفون منو السعى في الدنيا للآخرة وسعيه مشكور. باوعوني، باوعوني كلكم أهل آمر للأبطال، باوعوني. أكو سورة شيعة وغير شيعة قالوا هاي بأهل البيت، اللي اسمها سورة الإنسان، سورة الدهر، إن الأبرار يشربون، بعدين تقول يوفون ويطعمون الطعام على حبه. أتباع آل البيت وغير أتباع آل البيت قالوا هاي السورة بمن نازلة؟ بعلي وفاطمة والحسن، لما مرض الحسن والحسين وعادهم النبي وقالهم نذر الصومون 3 أيام. إيش؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. الشيعة وغير الشيعة قالوا هاي بأهل البيت السورة. تدرون إيش لقيت بهاي السورة؟ بالله سمعوني. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. تفتولي، تفتولي. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين عليها ما ردت عبكم
إلى أن تقول الآيات الكريمة، لأن حكي هواي آيات كثيرة، إلى أن تقول وحلوا أساور من فضة. دول اللي أطعموا الطعام على حبه مسكينا، شيعة وغير شيعة، قالوا أهل البيت، وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، وكان سعيكم. فهسه اللي أصحاب السعي في الدنيا للآخرة، اللي الآية قالت في غير هاي السورة، قالت من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن أولئك كان سعيهم مشكورا. من هم أصحاب السعي المشكور اللي سعوا للآخرة وهم أهل الإيمان؟ سورة الإنسان تقول اللي أطعموا الطعام وكان سعيكم مشكورا. فثبت من خلال الجمع بين الآيتين في السورتين أن أصحاب السعي المشكور في القرآن الكريم هم الذين أطعموا الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، وهم محمد وآل محمد. قدرت أوصل الفكرة يوم أقدرت؟ وصلت الفكرة؟ فأصحاب السعي في الدنيا للآخرة على رأسهم النبي وآله. هاي الآيات قدامكم، الله يقولهم سعيكم مشكورا. الطريف هم قالوا لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، رب العالمين قالهم ما تردون شكر من العباد أنا راح أكون شاكر لكم، ما تردون شكورا سعيكم مشكورا. ما أدري وياي الأحبة، طبعا هسه تسألني بعد الوقت يركب، تسألني بوعولي كلش، هسه راح أعطيكم فد التفاتة بعد جديدة، تسألني تقول لي ذول اللي رب العالمين قال وحلوا أساور من سقاهم ربهم من فضة قوارير كذا، ذول أصحاب السعي في الدنيا للآخرة اللي ثبت في القرآن الكريم النبي وآلهم السادة في هذا المحور، كتبتوا لي هاي يا جنة اللي القرآن بيّنها بسورة الإنسان أصحاب السعي المشكور، يا جنة هاي، يا جنة. تدرون يا جنة؟ تبهولي سعي في الدنيا للآخرة، من أراد الآخرة وسعى لها سعيها، يقول سعيهم مشكورة، كان سعيكم مشكورة بسورة الإنسان. أكو في سورة ثالثة القرآن هكذا يقول لسعيها راضية. ذولا أصحاب السعي في الدنيا للآخرة اللي اكتسبناهم النبي وآله، لسعيها شنو؟ راضية، لسعيها راضية في جنة عالية. أو شنو جنة عالية؟ مو تدرون أكو بعض الناس رب العالمين يقول إلى جنة، أكو بعض الناس رب العالمين يقول ولمن خاف مقام ربه جنتان، ننطي جنتين مو جنة. أكو بعض الناس رب العالمين قال جنات، يعني مرة بالمفرد مرة بالتثنية مرة شنو بالجمع، جنات تجري من تحتها. زين لما يجي لأهل البيت أصحاب السعي المشكور في آية في سورة ثالثة يقول لسعيها راضية في جنة عالية، سؤال من هي اللي لسعيها راضية؟ كون الروح السورة رابعة وهي سورة الفجر حتى نعرفها. يا أيتها النفس المطمئنة، اللي أئمتنا قالوا سورة الفجر هي سورة الحسين، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك شنو؟ راضية. لا تستعجلون، راضية بذيك السورة شنو قال؟ لسعيها راضية في جنة عالية. زين من هي هاي أم النفس الراضية لسعيها راضية؟ راضية بسعيها. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. المورد الوحيد في القرآن اللي نسب الله فيه الجنة إلى نفسه، جنتي في ذيك السورة عالية
وفي سورة الإنسان: سعيكم مشكورا سقاهم ربهم شرابا طهورا حريرا، إلى آخره. عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا سلسبيلا، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا زنجبيلا، يفج عين يشرب عباد الله تفجيرا. هاي كلها بسورة الإنسان. إذا تجمع الأربع سور راح تطلع بنتائج عظيمة. قدرت أوصل فكرة يوم قدرت؟ وبجمع أربع سور بأربع آيات متفرقة بالسور يكون أكمل مصاديق السعي في الدنيا للآخرة هم أئمتكم اللي رأيتم نورهم. إحنا قلنا محور هاي المادة ثلاث محاور، اثنين يو واحد، ثلاث محاور. الآن بينا كم محور؟ اثنين. بقي محور الثالث، السعي في الآخرة. سعي في الدنيا للدنيا بينا، سعي في الدنيا للآخرة بينا، بقي محور السعي في الآخرة. السعي في الآخرة دورت كل آياته ما لقيت إلا نور أهل البيت. يسعى نورهم، يسعى شنو؟ إذا لقيت سعي في الآخرة فقط لغير نور آل البيت اعطوني الآية. اللهم صل على محمد. وفي آيتين البارحة قريتهم في تازة، في آية يسعى نورهم، في آية أخرى يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، يعني تقول يسعى نورهم أيضا، يسعى نورهم في آية يسعى نورهم. وفي آية ثالثة يوم يقول المنافقون والمنافقات أعداء أهل البيت النار مثل النار، للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، هاي بالقيامة قيل ارجعوا وراكم ماكو نور، ماكو نور. النور لأهل الإيمان، برز الإيمان كله، ومن يكفر بالإيمان، أنتم كفرتم بالإيمان فلا نور لكم. النور لأهل الإيمان، أهل آمر اللي رأوا هذا النور فاتبعوه، رأوه ببصائرهم، رأوه ببصائرهم، رأوا نور آل البيت ببصائرهم فاتبعوه، وتحملوا من أجل ما تحملوا سابقا والآن، ويتحملون بالمستقبل. قال أهل البيت يستحقون التضحية، ويستحقون كل شيء، يستحقون كل شيء، كل شيء. دول أهل البيت، دول الحق، دول النور، دول العاقبة الحسنة، دول الجنة، دول رضا الرحمن. إيش ندفع من أجل ذلك ضريبة؟ ما عندنا مشكلة. الله يبعد الشر عنا وعنكم بالنبي وآله بصاحب الليلة، ولكن نحن مستعدون لكل شيء من أجل آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. ما عندنا مشكلة، ما عندنا مشكلة، ما عندنا مشكلة. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما ظل عندي خمس دقائق ونروح للإمام الصادق أقرأ عليه خلاصة الكلام، نهاية الكلام. طبعا البحث إلا مو تتمة، تتمات بعد، بس إن شاء الله في وقت آخر. خلاصة الكلام اللي أريد أقوله للأحبة الكرام أنه اصبروا وصابروا ورابطوا، كما قال الله تعالى اصبروا وصابروا ورابطوا، فالعاقبة لنا ولكم إن شاء الله تعالى. أقولها بصدق، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وعد، وعد إلهي، صدق تحتون، وعد، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. هاي وعود إلهية إلي وإليك، صدق تحجون. وأني أستمد منكم العزم والقوة، أنا أتعلم منكم، أنا أتعلم منكم. الليلة ليلة إمامنا، صاحب إمامنا المسموم، صاحب القبر المهدوم، قلوبكم توجعكم عليه، يا قلوبكم ما توجع، توجعكم أدري، أهل آمر اللي قلوبهم توجعهم عليه. الإمام المسموم صاحب القبر المهدوم، الإمام اللي بحياته حرقوا بيته، لا يتعجبون الشيعة هدموا بيوتهم حرقوا بيوتهم، إمامكم الصادق حرقوا بيته بحياته، إمامنا الصادق حرقوا، الزهراء حرقوا بيته، الحسين حرقوا خيامه، شنو يعني؟ هاي أمتنا هكذا، الإمام الصادق حرقوا بيته. ولهذا الشاعر يقول للإمام الصادق، شوفوا هسه هنا هذا مقام للإمام الحسن، شلون باني أهل آمر للكرام؟ مقام، مقام، عندنا قبور، قبور، قبور أربع أئمة
الآن ضوى ماكو عليها ضوى ما ويلي عليكم قلبي يوجعني عليك ليلة شهادتك ودنا نطوف قبرك الليلة نبكي عليك نلطم يمك الليلة يا ابن رسول الله يا مالي الدنيا علما يا جعفر الصادق والله قلبي يحترق عليك يا سيد شو وقت نشوف قبتك في يوم من الأيام يا ابن رسول الله يتأذى هذا الشيعي على الإمام الصادق لأن يحرقون بيته يقول مصيبتكم يقول له مصيبتكم يا ابو الكاظم مصيبتكم يا ابو الكاظم خلت شم قلب مفطور 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 مصيبتكم يا ابو الكاظم خلت شم قلب مفطور خلت شم دمع يجري وشم خاطر غدا مكسور بيتو بين سوى أطفال بيت مكلل بكل نور يحرقون على أهل ليش حتى يفرح المنصور يا ويلي يحرقون على أهل ليش حتى يفرح المنصور الإخوة جايبين نعش للإمام الصادق سلام الله عليه الله ألمي عليك يا ابن رسول الله ألمي عليك يا جعفر ابن محمد رحم الله من نادى وإماما أريد العالم يسمع صوتكم رحم الله من نادى وإماما رحم الله من نادى وسيدا يا إمام يا جعفر الصادق رحم الله من نادى وجعفر صيح وياي رحم الله من نادى ومسموم قعدوا قعدوا على قعدتكم على قعدتكم جزاكم الله خير على قعدتكم على قعدتكم ما أدري هذا نحش الإمام من طلع هم صاحن علوياتي صاحن مثل أمير المؤمنين مثل الإمام الحسن انتبهولي مثل الإمام الحسن لما شالوا نعشه يقولون طلع عن العلويات خلفه صاحت يا شيال نعش أبوي ولا ولا يردن بناتي ودع عنا الإمام الصادق عليه السلام من شالوا نعشه هم صاح عن العلويات يا شيال نعش أبوي ولا يردن بناتي ودع عنا يودع عنا ويردن يشبع شوف من والله يردن يشبع نشوف منا ولا يبون الراح منا هاي الليلة يا الله يا با ولا 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 يبون الراح منا الله الله سيدي يا جعفر الصادق شلون اقرا لك شو اقول لك شلون احكي عليك شلون أقرأ عليك يا ابن رسول الله أكو شاعر هيك يقول الإمام الصادق يقول مثل أجداده المظلوم مثل أجداده المظلوم لابد ينكتل بالسم مو يولا مثل أباءه المظلوم لابد ينكتل بالسم يو شنو ينكتل بالسم لو ينذبح مثل عزين ومن نهره يزيل الدم يعني الأعداء إذا ما يسمون الإمام الصادق يذبحون الإمام الصادق كجدي الحسين مثل أباء المظلوم لابد ينكتل بالسم لا ينذبح مثل حسين ومن نحره يسيل الدم زين إذا ما نذبح شي سووله لا ينذبح مثل حسين ومن نحره يسيل الدم لا ينعصر خلف الباب وصدره بعصره يتهجم يا بلا ينعصر خلف الباب وصدره بعصره يتهجم بعد لا تتقطع جفوفه مثل عباس نعم العام لا تتقطع جفوفه مثل عباس نعم العام جعفر الصادق قضى بسم الغدور وقلب كل شيعي غدا لأجله جمور لا كان تشيع بهيبة وكل قدور بالمدينة والإخوة الآن جابوه لا كان تشيع بهيبة وكل قدور وحفرة والجسم الإمام أحسن قبور
يا بابا الشبو اليمة المقبلة يا ستر وحسين بس ابو اليمة المقبلة يا ستر وزينب الحرة خذوها لليسور للي...